اسمك يا حاج؟ عبد المجيد. ابو ايه؟ عبد المجيد. ايه منين وجاي ايه؟ انا من القناطر. القناطر الخيريه. وجاي النهارده وجايين زي ما حضرتك شايف كده يعني. في حاجات بتقول مش بلطجيه، معانا بلطجيه صغيره اهي، في ممكن حضرتك تشوفها يعني. اولاد حضرتك دول؟ ان شاء الله. اولادك؟ ايوه. طب نتعرف عليك، اسمك؟ رؤية عبد المجيد. ذاكر رؤية، عامله ايه؟ زي العسل. اسمك؟ فاطمه عبد المجيد. علي صوتك. فاطمه عبد المجيد. ازيك يا فاطمه، عامله ايه؟ نازله مع بابا النهارده التحرير؟ ماشي يا ست. انت اللي كاتبه اليوفط دي؟ لا، بابا. بابا؟ طب قول كلمه يا حاج عسل. زين، نقول كلام مش نقول كلمه واحده بس يعني. حضرتك كل مره صوتنا اتبع في الحكايه اعلانيه المحاكمه والعدل البطيء الممل ده، اللي هو يعني شيء يعني هو اللي دفع الناس على فكره انها تعمل كده. هو لو في اعلانيه محاكمه وكانت محاكمه تكون يعني، مش هنقول هم قاعدين بيقولوا ياخدوا راحتهم في المحاكمه، احنا ما بنقولش انها تبقى عاجله، بس يبداوا جلسات. يبداوا حتى جلسات. انما مبارك الله اعلم اذا كان قاعد في شرم الشيخ ولا لا، ولاده اللي هم اللي نهبوا مصر وسوزان مبارك كلنا عارفين هم فين. سوزان مبارك قالوا لنا انها خد 15 يوم وفوجئنا يعني، مش عارف الله اعلم ايه اللي حصل يعني، مش عارف 26 مليون وحاجات زي كده وخلاص وانتهت القصه، وكان هي الحكايه ان كانت ال 26 مليون دي وخلاص، هي مش عليها اتهامات. احنا ما بنقولش ان هم مجرمين ولو ان هم فعلا مجرمين، بس ما بنقولهمش يا سيدي ما تقولش عليهم مجرمين في الاعلام، قول عليهم متهمين من فضلك، قول عليهم متهمين. ايوه. ويبقى المحاكمه علنيه وتبقى قريبه. لسه مبارك هتحاكموه في شهر 8 هو واولاده، والعدل فين المحاكمه بتاعته؟ كل شويه تاجيل للمحاكمات، فين؟ احنا ما شفناش حد اصلا بيتحاكم ولا شفنا حد، احنا بنسمع بس ان في حد بيتحاكم. انما حكايه ملايه بيضة والاساليب اللي هي مش كويسه، مش عايزين نقول كلام ملوش لازمه، هم فاهمين. ويبقى هو لو سمحتم المحاكمه تكون علنيه وفي اقرب وقت، والجلسات تنقل في التلفزيون. احنا ما بنقولش انهم يعني يجيبوه لنا هنا، ولو ان احنا فعلا عايزينهم هنا احنا نحاكمهم بمعرفه. واذا هم ما عرفوش يحاكموهم على فكره هتبقى في جمعه برضه احنا ممكن نحاكمهم هناك. ممكن يطلع هنا اهوت الملايين اللي طلعت، ممكن تطلع هناك طوره واحنا بقى نشوفهم اذا كانوا هناك ولا لا. شكرا. عفوا. انت اسمك ايه؟ منة طلعت عبد المجيد. اهلا منة، ما شاء الله. جاي مع بابا النهارده؟ بنيجي من يوم 29. ماشي، ربنا يعينك يا رب. شكرا يا حاج. عفوا. حضرتك ايه؟ شبكة يقين الإخبارية على الفيسبوك وعلى النت، على اليوتيوب يعني. يقين الإخبارية. تشرفنا يا فندم. الله يخليك. شكرا.